في وزارة التضامن الاجتماعي وقع بروتوكول تعاون بين برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي ومؤسسات المجتمع المدني. التعاون بيوفر إقامة مشروعات ووحدات إنتاجية وسلاسل القيمة والتدريب المنتهي بالتوظيف بتمويل مشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني بخطى مستمرة، ويعني إن شاء الله بإنجازات وتحقق وثمار بتعود على المجتمع المصري ومجتمعاتنا المحلية كلها. عندنا مبادرات اقتصادية عديدة بالإضافة إلى جهودنا التنموية الاجتماعية، بنوائم الجهود الاجتماعية بجهود اقتصادية، بنسعى نحو التمكين، بنسعى نحو تخريج الفقراء من دائرة الفقر، وأيضا إلى تخريج القادرين على العمل من الدعم النقدي لسوق العمل والإنتاج. برنامج فرصة بيحاول يكون منظومة، بيحاول يشكل منظومة بتهتم بكافة جوانب التمكين الاقتصادي، بداية من تغيير الوعي وتغيير توجهات الأفراد للعمل، دراسة الفرص المتاحة الموجودة عندهم في بيئتهم، التعاون مع المؤسسات الدولية اللي تقدر تدينا النوهاو أو الخبرات أو النماذج الناجحة. التعاون بيوفر الدعم لأكثر من 200 جمعية في 17 محافظة على مستوى الجمهورية باستهداف القرى المستهدفة من مبادرة حياة كريمة لتعزيز قدرة المرأة على الإنتاج وتوفير فرص عمل للشباب والسيدات وتوفير فرص التدريب المساعدة على الإنتاج. في وحدات إنتاجية ونقل وصول ومشروعات مدرة للدخل وتوفير عدد من الوظائف من فرص العمل يقارب 2000 وظيفة في مختلف المحافظات اللي وقعت بروتوكولات النهاردة. الآلية اللي احنا استند عليها المشروع اللي هي بدل من الدعم المادي هيبقى فيه دعم على عن طريق وظائف وفرص عمل وتدريب. احنا عايزين نحول الفجوة اللي هي ما بين سوق العمل اللي فيه شركات عايزة ومؤسسات عايزة ناس يشتغلوا وما عندهمش، وفي ناس ما عندهمش كفاءة، فاحنا بناخد ندرب الناس دي يبقى عندهم الكفاءة المطلوبة. برنامج فرصة بيوفر عدد كبير من الخدمات، منها خدمات التدريب والتوظيف لدى الغير وتوفير المساعدة في الحصول على القروض متناهية الصغر، بالإضافة لتوفير أدوات الإنتاج وأصول المشروعات. من مصر، محمد الجباس.